مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بيوت بيج كلوزرز. اليوم معنا الاخ محمد عادل من شركه سما الخليج العقاريه من اماره عجمان، واليوم راح يحكي لنا عن ديل سكرها عن طريق بيوت، ديل طبعا كبيره. محمد لو سمحت تحكي لنا شوي عن بداياتك بالسوق العقاري، كيف بديت مهنتك كوكيل عقاري وشو كانت خبرتك من قبل وكيف دخلت هالمجال بالضبط؟ انا ابتديت شغل في اماره عجمان من 5 سنين تقريبا. أنا كان عندي خلفية عن التعامل مع العملاء، التسويق، المبيعات، لكن طبعاً علشان تكمل الخبرة وتكمل إن أنا أقدر إن أنا أقفل ديل كان لازم إن أنا أبقى عندي معلومات أكتر عن البرودكت اللي أنا هبيعه. إحنا أغلبية شغلنا طبعاً بيكون عن الفلل، فديزاينات مختلفة، أوبشنز مختلفة، مواقع مختلفة، فكان لازم ان انا افهم الفروق بينها علشان اقدر انقلها للعميل والعميل يقدر ياخد قراره المظبوط. نعرف اكتر عن الصفقه اللي سكرتها عن طريق بيوت وشو اللي ساعدك لتسكرها. الصفقه كانت عباره عن بنايه بقيمه 10 مليون درهم، وفي الحقيقه الصفقه دي كان ليها ملابسات طريفه معايا شويه. انا كنت لسه راجع من الاجازه ويمكن كانت اعلاناتي نازله قبلها بيوم، وكنت قاعد مع اصدقائي بطمن عليهم وعلى اخبارهم، وجالي تليفون من العميل. الحقيقه كان العميل طلبه محدد وعارف هو بيدور على ايه، كان بيدور على بنايه تكون بدخل كويس وتكون فرصه استثماريه كويسه لي، واتفقت انا وهو تاني يوم ان احنا نلتقي، وعرضت عليه كام عرض وكام اوفر، والحمد لله احد البنايات نالت اعجابه وقدرنا ان احنا نخلص فيها مع المالك بسعر كويس. وكان المميز بالنسبه له فيها ان هي في منطقه كويسه، منطقه الروضه في عجمان، دخل البنايه كان يمكن 10% او 10.5% وسعرها كويس، والبنايه جديده مؤجره بالكامل. وطبعا دي كانت الحاجات اللي هو بيدور عليها لانه كان ما شاء الله عميل ذكي وعارف هو بيدور عليه. شو النصائح اللي بتقدمها للوكلاء العقاريين الجدد او المبتدئين لحتى يكونوا ناجحين بالسوق العقاري بعجمان؟ حاول دايما تكون واضح، حاول دايما تكون صريح، وبالتالي يقدر ان هو يطمن ليك ويثق فيك ويقدر ان هو يكمل الديل معك. تحكي لنا ايش اكتر اشي انت بتحبه بشغلك كوسيط عقاري بامارة عجمان؟ الحمد لله اكتر حاجة بحبها هي ثقة العملاء فيا، وبحب ان انا ابقى عارف الناس معرفة، مش مجرد معرفة عمل، تكون معرفة شخصية وصداقة. وللسبب ده انا يمكن ذكرتها في الاول، معرفش الناس خدت بالها منها ولا لا، انا الحمد لله اي عقار بعته المالك بيفضل على علاقة طيبة معايا، يحتاج بعد كده يستثمره، يحتاج بعد كده يأجره ويعيد بيعه علشان يشتري حاجة أكبر أو حاجة أصغر، بكون أنا أول اختيار بالنسبة له الحمد لله. شكرا أخ محمد على حضورك معنا اليوم، ونتمنى بيوت تساعدك لتسكر ديل أكبر المرة الجاي. شكرا لكم على المتابعة ونشوفكم الحلقة الجاي.